معانا؟ معاك اه اتفضل لازم معايا. اه نظبط النوم، شوفي ركزي عايز معايا يا عمر، نوم. يظبط نومه بالليل مهم جدا. الحاجة التانية ينتظم بمواعيد الوجبات، الفطار بميعاد، الغداء بميعاد، تلات العشاء وهكذا، وجبات لازم مكملة. الساعة البيولوجية بتاعته. شكرا يا ام عمر، تقدري تسمعينا دلوقتي من اسمعينا بقى التلفزيون. بالظبط كده. رأيك ايه يا انيا؟ رأيك ايه يا انيا في ال انا موافقه مع حضرتك، قلت كله. تمام اول حاجه النوم، لازم نظبط النوم. ربنا عمل الليل للنوم، مظبوط نصحى بدري. مين بيصحى بدري؟ يوم بركه، يوم بالظبط بركه. صح، الشمس، نوم بالليل وضوية دي او الهلال والشمس والشهر بالظبط. كله. لازم نظبط الخروج وحركه عشان اطفال. الاولاد كتير دلوقتي مهبوزين في البيت، يعني الدنيا يعني تشترك له في جيم عشان هي لازم. كانت قايله جيم؟ في لا البدايه. لا لا، لا. لا تخرج جيم. على اول حاجه، تخرج على نادي، تلعب لو في تمام. مثلا ماشي، هو عايزين عمره 10 سنين. تتمشى، ماشي فيتنس ممنوع، مظبوط، جيم ممنوع. لو هو ممنوع. اصلا ما بيلعبش رياضه وقت في البيت فتره طويله ما ينفعش، وهو كده حتى. انت بقى يروح الجيم لما يغير السلوكيات ديت، تمام، ويبدأ يحس بتغير في الشيب بتاع الجسم، قياسات الجسم شكل اللي الجسم. بتتغير. يعني لو هي عندها ميزان، ام عمر ما نشغلش نفسنا بالميزان كام، تمام، انا شيب الجسم ايه؟ ما انا ممكن على برافو، الميزان رايح جاي، على الميزان انا بنزل سوائل بالظبط. فقط، او احنا الماسلز، نركز في الكتلة العضلية، الماسلز في بينزل ماسلز، الشيب الشيب بالظبط، نفسه بتاع شيب. الجسم ماسل. فدي كلها سلوكيات. في النهاية لازم نعمل تشيك اب بقى، يعني لازم تعمل هرمون اللي هو تي اس اتش بتاعنا، نشوف الغدة الدرقية والتي 3 والتي 4. مظبوط. تمام، هتروح هي لاخصائي غدد مع اخصائي تغذيه، يبدا ينظم الدايتري والنظام الغذائي، ان شاء الله هيلاقي نتائج طيبه جدا. بس عندي سؤال، بس اتفضل. الام هي معانا على، لا هي لا خلاص انا تسمعنا. كنت عايزه بس اسالها كمان، هو ولد وحده بس ولا اسره كلها وزن زياده؟ بابا عامل ايه؟ مامته عامله ايه؟ هي يعني لو في اتكلمت على اخوات ابنها بس، ولا هو وحده كده؟ هو هي لو اتكلمت هعمل على دراسه، ابنها يعني بس. لو هما كلهم كده اكيد شكل الحياه في البيت غير غلط كله. هي صحيه، انا غير صحيه.